قالت لسيدي المعذرة إلى الله. في إطار نشاطها الحسيني العزائي في معظم المحافظات العراقية لإحياء ذكرى عاشوراء، نظمت العتبة العباسية المقدسة مجالس عزائية بقضاء سنجار في محافظة نينوى بمشاركة واسعة من أهالي القضاء. في هذه الأيام الحزينة وجهت المرجعية ومتمثلة بممثلها في العتبة العباسية المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي بعقد المآتم والمجالس في مناطق مختلفة في العراق، ومن هذه المناطق قضاء سنجار في محافظة نينوى، حيث شرعت العتبة العباسية بعقد المجالس في هذا القضاء. نقدم شكرنا وتقديرنا للعتبة العباسية المقدس لما تقدمه لنا من معونة وإحياء هذه المجالس ودعمها المعنوي والمادي لنا في إقامة هذه المجالس العاشورائية. في كل عام ومع حلول موسم الأحزان المحمدية، تشرع العتبة العباسية المقدسة بنشر معالم الحزن والحداد في القضاء وتهيئة الظروف للأهالي للمشاركة في العزاء وإحياء زيارة العاشر من محرم الحرام.